ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي خسر من الهلال السوداني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت على استاد الجوهرة الزرقاء في أم درمان في السودان في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. وبعد انتهاء المباراة خرج مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي وقال إن الخسارة شيء مؤسف والمباراة اتلعبت في أجواء صعبة، لكننا لسه في بداية المشوار للبطولة وهنشتغل علشان تصحيح أخطائنا. البرتغالي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أكد إن في مواجهة فيوتشر في الدور 16 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية هتكون صعبة جداً، وخصوصاً إن مواجهات الفرقتين دايماً فيها قوة وحماس، والمجموعة الإفريقية بالفعل قوية والتأهل مش هيكون سهل أبداً في ظل قوة الفرق الأربعة. اللقاء صعب ونتوقع نتيجته لأنه كل المواجهات اللي فاتت كانت صعبة على الفرقتين. بلال مظهر لاعب منتخب مصر للشباب أكد إن لاعبة المنتخب جاهزين لبطولة أمم إفريقيا، وكمان قال بلال في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب الشباب مع موزمبيق كل اللاعبة مستعدة للمباريات، وهدفنا نحقق اللقب الإفريقي والتأهل لكأس العالم. هنروح للمباريات الدوريات الأوروبية ونبدأ بالدوري الإنجليزي، وحقق فريق أرسنال فوز مهم على أستون فيلا بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين في الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل نادي أرسنال حاليا المركز الأول وصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وأستون فيلا في المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة. وبيواصل فريق تشيلسي عروضه السلبية وتهزم من فريق ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ووقف رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وساوثهامبتون وصل للنقطة 18 في المركز العشرين والأخير. اتعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيجي المان سيتي في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، ونوتنغهام في المركز الـ 13 برصيد 25 نقطة. ليفربول فاز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع ليفربول رصيده للنقطة 35 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 41 نقطة في المركز الرابع. في الدوري الألماني خسر فريق وولفسبورغ من فريق لايبزيغ بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الألماني للموسم الحالي، ورفع لايبزيغ رصيده للنقطة 39 وبيحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني، ووقف رصيد وولفسبورغ عند النقطة 30 في المركز السابع. وخسر فريق بايرن ميونخ الألماني من فريق بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3-2 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الألماني، وبيتصدر البافاري جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 43 نقطة، وبروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثامن برصيد 29 نقطة. في الدوري الإيطالي حقق فريق ميلان الإيطالي فوز غالي على نظيره مونزا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، وبيحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 44 نقطة، ومونزا في المركز العاشر برصيد 29 نقطة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع شاذلي وجمانة.